السلام عليكم ورحمة الله تعالى متابعينا من جميع الدول العربية. اليوم موضوع هام ولن تجده في الكثير من القنوات ولن تجده في الكثير من متابعي أو مربي أو عند مربي الببغاء ومدربيهم. الموضوع هو تعليم الببغاء الكلام، لكن ليست كالكلمات التي تجدونها في اليوتيوب، بل صورة الإخلاص. صورة الإخلاص صعب أن تعلمها للببغاء، صعب جدا أن تعلمها للببغاء، لكن بهذا الفيديو سوف تفهم أمور كثيرة وسوف تستطيع تعليم ببغاءك صورة الإخلاص بشكل متقن وفي أسرع وقت. لذا تابعوا هذا الفيديو للأخير، وسوف أضع لكم مقطع فيديو يوضح مراحل تعلم هذا الببغاء بالذات، كيف تعلم صورة الإخلاص وهو الآن سوف يتقنها. بقيت له يوم أو يومين سوف يتقنها بشكل جيد جدا، وسوف تشاهدون هذا الفيديو وكيف تعلمها. وقبل ذلك أرجو أن تشتركوا في القناة حتى تدعمونا ونستطيع أن نفيدكم بالكثير من فيديوهات التعليم، خاصة في تعليم الببغاء الكلام وترويضه بشكل أفضل وبشكل رائع، مثل ما تجدونه في القنوات أو عند الأجانب، مثل تعليم الببغاء الألوان وأشياء أخرى. الآن سوف نقوم ببث فيديو في طريقة تعليم الببغاء وسوف تشاهدون مراحل تعلمه. أولا، الببغاء يجب أن تكرر أمامه الآيات الأولى، مثلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعيدها مرات مرات مرات، ثم عندما تشاهده سوف بدأ يقولها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، ثم تكرر تكرر تكرر، عندما يبدأ ينطقها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم عندما بالتدريج وهكذا بالآية بالآية بالآية، لكن عندما تعلمه الآية الموالية يجب عليك أن تكون تقرأ من الأول، مثلا تصل للآية الرابعة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تبقى تكررها تكررها. والببغاء لو تلاحظ عندما أقرأها الآن له هو يستمع وينتبه، لاحظوا جيدا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يبدأ يقولها وراءك. تابع هذا الفيديو، سوف نبث لكم مقاطع لمراحل تعلم هذا الببغاء الكلام ومراحل تعلمه، أي مراحل قوله من بسم الله الرحمن الرحيم حتى نهاية الصورة. قلت بقيت له يوم أو يومين وسوف يقولها بشكل رائع جدا، لو لم تشاهده بعينك ستقول هذا إنسان يقولها، يعني سبحان الله وما شاء الله، وقول ما شاء الله عندما تشاهد هذه المقاطع التي سوف أبثها لكم الآن عن مراحل تعلم هذا الببغاء الذي ترونه أمامكم، الكلمات أو الآيات بالتدريج، يعني من بسم الله الرحمن الرحيم وحدها، ثم معها الآية الثانية، ثم حتى نصل إلى الصورة بشكل من بسم الله الرحمن الرحيم حتى لم يكن له كفوا أحد. وسوف تشاهدون وأرجو أن تقولوا ما شاء الله، وأرجو أن تعلموا ببغاءكم هذه الصورة، فهي عندما تستمعوها سوف تفرح كثيرا، يعني صدقوني سوف تفرحون كثيرا عندما تسمعونها لببغائكم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا حتى للأخير حتى يقولها. ملاحظة قبل أن أبث الفيديو المقاطع، ملاحظة يجب أن يكون الببغاء قد تكلم، يعني من قبل يقول كلمات السلام عليكم الله أكبر، يعني ببغاء ليست أول مرة يتكلم يقول الجمل هكذا أو صورة كاملة، يعني هذا يجب أن يكون الببغاء متكلم، يعني على الأقل يقول كلمات السلام عليكم الله أكبر بسم الله مثلا هكذا، ثم تقوم بتعليمه الجمل. فهمتم؟ الآن سوف نقوم ببث المقاطع ولن أطيل عليكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. بسم الله الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحيم. كما شاهدتكم المقاطع، الببغاء يقول سورة الإخلاص تقريبا لم يبقى له شيء، ويكملها بشكل واضح جدا ومسموع وبشكل رائع. يعني هكذا سوف يتم تعليم ببغاء. أرجو أن يقوم الكل بتعليم ببغائه مثل هذه الصور، وسوف تبهرون بالنتائج. وفي الأخير أرجو منكم الاشتراك في القناة وأن تدعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله.